أخبار اليوم. والآن نعطي الكلمة للأستاذ حسين أبو علي. إحنا شباب بنحب مصر، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، شباب مصر العظيم، يشرفني أن أكون موجود معكم اليوم في تدشين الجبهة لدعم الجيش المصري العظيم في حربه على الإرهاب اللعين. لقد صنعت أرواح شهدائنا ودماءهم الزكية ثورة كانت من أعظم الثورات، واليوم اختلط أرواح شهدائنا من رجال الشرطة ورجال الجيش والشعب من الإرهاب اللعين. لقد حملت الشهداء شعلة أنارت طريق الحرية والكرامة للشعب، كل الشعب المصري. واليوم كلنا مطالبين بالوفاء للشهداء ومصابي الثورة ومصابي العمليات الحربية من الجيش والشرطة. ومن هنا نستنكر الأعمال الإرهابية الجبانة من الاختيارات والسيارات المفخخة التي قطعت أشلاء أطفالنا ونساءنا ورجالنا من الجيش والشرطة وشعبنا العظيم. فلكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. أريد استخدام رد فعل قوي من القيادة السياسية على كل من خان الدولة المصرية. يجب أن نتفق جميعا ونتفق ونتجمع جميعا حتى نحقق أملنا إن شاء الله في البرلمان اللي جاي. وراح نظام أزيد مافيا لابس مليون قميص واقي، بقى أنا نظام جديد في جديد بيقول مش لابس قميص واقي. وعايزه اقول للنظام انت خايف من ايه؟ امال احنا نعمل ايه ولا ايه؟ شفت اقسام شرطه ولقوها بالجنازير وبيقولوا حريه تعبير؟ شفت محكمه قفلوا ابوابها وبيقولوا حصروا اسفارها؟ اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ اقول لك اني خايفه اروح مدرستي؟ اقول لك اني خايفه على حضن امي؟ اقول لك اني خايفه على مصر امي؟ اقول لك ثوره في كل مكان والإنسان أصبح منهال والسحل في كل مكان، مفرقش بين الجمال والإنسان، وثورة جديدة في كل مكان بيطالبوا بالأمن والأمان. شكراً جزيلاً ليكي. ونقول إن مصر بخير وهتبقى دايماً بخير، وإن تلاميذ مصر وأطفال مصر وشباب مصر.